عز الشهيد ونال العز والشرف، عز الشهيد ونال العز والشرف، ذكرى له باقية، ذكرى له باقية طول المدى وكفى، عز الشهيد ونال العز والشرف، ذكرى يسجلها التاريخ ملحمة، ذكرى يسجلها التاريخ ملحمة، فيها البطولات يوم الطف ماذا جفا، عز الشهيد ونال العز والشرف، عز الشهيد ونال العز والشرف، ذكرى له باقية، ذكرى له باقية طول المدى وكفى، عز الشهيد ونال العز والشرف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. قلنا بالرغم من سلبيات انقطاع التيار الكهربائي، وقلنا هذه من تبعات الطغيان وقادة الطغيان صدام المجرم الكافر ومن سلطه علينا من الأمريكان المحتلين الكافرين، والتي كانت منشأ لي لنقل التسلط والسطوة والطغيان. كل هذه الأمور كانت لنقل سببا أو تكون مسببا عفوا لأعمالنا ولنياتنا ولابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى وعن التعاملات الأخلاقية. نقول الحمد لله أخذنا القسط الكافي من الوقت، وتعتبر استراحة لنا حتى نكمل ما نعطي من محاضرة ومن بحث الذي أسسناه وإنشأناه. قلنا إفاء لسيد باقر قدس نفسه الزكية، وهذه تعتبر المحاضرة. أردنا أن نقتصر ونختصر في البحث وفي المحاضرات، لكن شاءت القدرة الإلهية أن تصل إلى 50، والحمد لله هذه المحاضرة 50 إن شاء الله نحاول أن نتم فيها بحث المرحلة الأولى، وإن شاء الله إذا توفقنا بهذا الأسلوب أو بأساليب أخرى أو سنرحل ونلتقي في عالم آخر وهناك نتحدث، يحتمل أن إذا التقينا على خير وفي خير وإلى خير سنتحدث بالحلقة الثانية أو بخصوص الحلقة الثانية، أو نستذكر المباني والمعلومات الأصولية في ذلك العالم إذا لم نكن مشغولين بالعبادة أو إذا لم نكن مركوسين في ذلك المقام ونكون مشمولين بالعذاب. آخر ما توصلنا إليه في المحاضرة، لا بس نحن أعطيناها اسم المحاضرة في المحاضرة السابقة أو في الكلام السابق الذي انتهى لي، نقول وانقطع بانقطاع التيار الكهربائي، كان الحديث في رسالة السيد، وهذا آخر نقول إشارة لتكون إلى معاناة السيد أو إلى معاناة السيد قدسة نفسه الزكية، كيف أرسلت إلى السيد، ربما بعد ذلك نذكر شيء آخر. أرسلت سيد من صهر السيد إلى السيد الصادق قدسة نفسه محمد باقر الصادق، وقد أشار فيها السيد يحكي لبعض طلبته السيد محمد باقر، يشير فيها إلى معاناته وإلى ما مر عليه من معاناة، وكيف أن المرجعية الأخرى الخط الآخر من المرجعية، وهذا شيء واقعي لا نستطيع أن ننكر هذه
القضية، كما أننا لا نستطيع أن ننكر بوجود خط يمثل الحق ويمثل الولاية ويمثل أمير المؤمنين سلام الله عليه ويمثل الحسن والحسين سلام الله عليهم، ويوجد خط يمثل الخط المرواني ومثل الخط السفياني ومثل خط الدجال ومثل خط أئمة الضلالة. هذا شيء ثابت، يوجد حق ويوجد باطل، يوجد دنيا ويوجد أهل الدنيا، ويوجد آخرة ويوجد أهل الآخرة. وفي كل زمان وفي كل مكان تتكرر هذه القضية وتتكرر هذه الحالة في نفس العائلة وفي نفس الأسرة. لم يعصم إلا المعصومون سلام الله عليهم، أخذوا النهج الواضح والنهج الثابت. أما غير المعصومين فقد حصلت الانحرافات، فلا يوجد خصوصية لأخ أو أب أو ابن أو أخت أو بنت أو أم، لا يوجد خصوصية لأي شخص. قلنا هذه الخصوصيات اختصت بالمعصومين، وليس من عندنا هذا التمييز وهذا الاختصاص، وإنما الله سبحانه وتعالى قد خص أهل البيت سلام الله عليهم بهذه الخصوصية، ولا يحق لنا أن نعترض على الأوامر الإلهية المقدسة. إذن يوجد خطان، هذا شيء واقعي لا يمكن أن ينكر، يوجد خطان في الحوزة، خط يتمثل بالسيد محمد باقر الصدر، والخط الآخر يتمثل بالمرجعيات الأخرى، وكل من وقف في خلاف هذا الخط وقد أسس وقد حارب وقد أسس أساسه الظلمي والجوري إلى أن أودى بحياة السيد محمد باقر الصدر، يكون هذا ممثلا بالخط الآخر. يرسل السيد ويتحدث عن مجيء أو إرسال من يمثل تلك المرجعية، وكأنما يستعمل أساليب التهديد والوعيد، ويطلب من السيد عدم إصدار الرسالة العملية، أو بعد أن صدرت يطلب منه بأن إصدار رسالة لا إصدار رسالة يمثل شيئا، والحديث بالأعلمية أو تقليد الغير أو العدول بالتقليد إلى شخص آخر، هذا خط آخر وهذا شيء آخر، ويجب عليك أن تبين لأصحابك لأتباعك بأن مرجعيتك هي مرجعية طولية تكون خلف مرجعية السيد الخوئي قدست نفسه، وتكون في ظل مرجعية الخوئي قدست نفسه، وتكون تابعة لمرجعية الخوئي أو مرجعية السيد الخوئي، كما يطرح يبين هذه القضية. ولا تتحدث بقضية، أو هكذا يشير إلى أصحابه بأن لا تتحدث بقضية الأعلمية ومن هو الأعلم، لا تتحدث بقضية العدول بالتقليد وإبراء الذمة وعدم إبراء الذمة. يشير ونقرأ ما ذكره: لست أنا من أقول، السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه هو من يقول. ولا ننسى بأننا قلنا بأن ما قاله سيد محمد باقر الصدر أو ما مر به سيد محمد باقر الصدر، والذي أراد أن يصل إلى الناس، والذي أراد أن يكون له الامتداد عندما ألزمه وعندما أوجبه على الشيخ النعماني أن يبقى، أن يخرج من داره حتى يبقى، حتى ينقل ما مر به السيد وما عاناه السيد وما حصل للسيد وما صدر من مواقف من السيد ومن وقف بالعداء من السيد قدست نفسه الزكية، ولنقل أرشده وأوصاه بأن ينقل هذه الحوادث إلى الخارج. ونحن قلنا كانت سيرة السيد قدست نفسه هي لنقل سيرة مرحلية، وبعد ذلك عندما حصل الحصار لنقل اقتضت الضرورة أن تتغير، فأعطى لنا السيد الأساسات والمناشئ الرئيسية والأساسية كما تحدثنا في المحاضرات وفي الكلام السابق. يقول السيد الصدر، السيد محمد باقر الصدر يقول عزيزي، نعيد قراءة الرسالة. يقول عزيزي أبا جواد، في الفترة الأخيرة جاء إلى الزيارة. أنا قلت هذه القضية مقصودة أو غير مقصودة، لأنها في الطباعة في الكيفية المطبوعة هنا بالحروف الحديثة لنقل أو بالحروف الطباعية كتبت، وقد حذف منها بعض العبارات التي كانت مسجلة بالمخطوط الذي صدر عن السيد، والذي هو موجود في نهاية هذا الكتاب كما قلنا، هو الكتاب نقرأ مرة ثانية وثالثة بأنه
المبحث الذي نتحدث فيه هو شهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية، الشيخ محمد رضا النعماني. هكذا نقلنا لنقل النص إلى حد ما، أضفنا العبارات التي حذفت من هناك لا نعلم هل بقصد أو ليس بقصد، لأنه تكررت الرسالة وقد حذفت نفس العبارات. يقول السيد قدست نفسه: عزيزي أبا جواد، في الفترة الأخيرة جاء إلى الزيارة السيد، وهو يقول عزيزي أبا جواد في الفترة الأخيرة جاء إلى الزيارة، نقول في صفحة 177 جاء في الهامش، يقول جاء إلى الزيارة السيد، ونحن قلنا يوجد في المخطوط جاء إلى الزيارة السيد صهر السيد، هكذا نضيف هذه العبارة، جاء إلى الزيارة السيد صهر السيد، وهو شخص لنا علاقات ورفاقة طويلة ورفاقة طويلة الأمد معه، وقد اجتمع بي ودارت 5 مجالس، هكذا تكرر المفاوضات لنقل بين المتخاصمين، التخاصم العلمي، نحن هكذا نقول المخاصمة علمية، وإذا كانت المخاصمة علمية فليست فيها شيء، أما إذا كانت المخاصمة من أجل مناصب دنيوية فهنا يعني تقع الكارثة والمأساة. وإدارة أحاديثك المفصلة خلال 5 مجالس في محاولة لتصفية العلاقات وتوثيقها بين الجهة، كما أقول أنا تعلمت لنقول أو سلكت ما سلكه السيد محمد الباقر قدسة نفسه الزكية، يتحدث مع طلبته ومع أبنائه ومع أحبائه، يقول يعبر بصاحبك مثل، وهكذا نقول وداعيك كما يعبر السيد الشهيد الثاني قدسة نفسه، أيضا نحن نقول بهذه الأقوال وبهذه المصطلحات. يعبر وتوثيقها، يقول يعبر عن نفسه وعن مرجعيته بالجهة، يقول مجالس في محاولة لتصفية العلاقات، 5 مجالس في محاولة لتصفية العلاقات وتوثيقها بين الجهة، أي بين مرجعيته الصلاح، هكذا هو يكتب الصلاح يعني بمرجعيته رحمه الله، ومرجعية السيد الخوئي، أنا أقول هذه بين قوسين السيد الخوئي قدسة نفسه، وكان بودي، الكلام للسيد محمد باقر الصدر، وكان بودي أن تكون قربي لأتحدث إليك بكل ما دار من حديث كما تعود في كل قضية، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد حدثت الشيخ فلان، أيضا يضع بين حاصرين بين قوسين بين هلالين، بلباب الحديث كله، وكلفته بأن ينقله إليك لكي تضع سياسة الجهة هناك، أي سياسة المرجعية هناك، سياسة الجهة هناك من الناحية الأخندية والحوزوية على أساسها، وتلزم كل أبنائنا بذلك. أيضا يقول السيد في نفس الرسالة، يقول إن السيد كان يعترض، من المقصود بالسيد الذي تحدث عن في أول سطر الذي هو قلنا السيد صهر السيد، إن السيد أي السيد صهر السيد كان يعترض ويقول كيف تتصدى للمرجعية في عهد السيد أي السيد الخوئي، وقد شرحت له كل، السيد يقول رحمة الله عليه، وقد شرحت له كل الظروف، وكل لست أنا من يقول، السيد محمد باقر الصدر هو من يقول، يقول وكل هكذا، لقد شرحت له كل الظروف، شرحت له كل الظروف وكل سلبيات مرجعية السيد الخوئي، أنا أقول السيد أي السيد الخوئي تجاهنا، وكل من لست أنا من يقول، السيد محمد باقر الصدر هو من يقول، يقول وكل شرحت له كل الظروف وكل سلبيات مرجعية السيد الخوئي اتجاهنا، وكل سلبيات مرجعية السيد الخوئي اتجاهنا، لست أنا من يقول، السيد محمد باقر الصدر هو يقول، شرحت له كل سلبيات مرجعية السيد الخوئي اتجاهنا، تجاه سيد محمد باقر الصدر، لست أنا من يدعي هذا الادعاء، والتي فرضت السلبيات وهذه الضغوط التي فرضت الكلام سيد محمد باقر، التي فرضت الاضطرار إلى موقف من هذا القبيل، أي موقف تصدى طبع رسالة تصدى للمرجعية، وأي بأس في هذا الأمر،
للاضطرار إلى موقف من هذا القبيل، وبعد أخذ ورد طويلين قلت له: ماذا تريدون النتيجة مولانا؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ نريد خلاصة وزبدة الكلام، ما هو الكلام المراد من هذا، وماذا تريد من هذه الجلسات وهذه المحادثات؟ قالوا نريد هذه الأوامر. قالوا نريد أولا أن تذكر بأن مرجعيتك طولية خلف مرجعية السيد الخوي، في ظل مرجعية الخوي، تابعة لمرجعية السيد الخوي. قلت نعم أنا ألتزم بذلك. رحمة الله عليك يا سيدي ومولاي يا سيد محمد باقر الصدق. قلت نعم أنا ألتزم بذلك. قالوا نريد أن تؤكد لمحبيك، يعني لا أعلم إلى أين يلتفت قدسة نفسه الزكية وأي معاناة مر بها، يلتفت إلى النظام الكافر، نظام البعث الكافر الذي وضعه تحت المراقبة وفي الفترات الأخيرة تحت الحجز، وتعرض لعدة اعتقالات من قبل النظام الكافر، وقد حورب أصحابه وكل من يتصل به. قلت نعم أنا ألتزم بالنسبة للمرجعية الطولية، كما نريد أن تذكر بأن مرجعيتك طولية. قلت نعم أنا ألتزم بذلك. قالوا نريد ثانيا كأنما نريد أن تؤكد لمحبيك أن طبع الرسالة للمقلدين شيء، إياك إياك، أن طبع الرسالة للمقلدين شيء، ومزاحمة المرجعية العليا ضع خطا، كما أقول قلت ربما هذا شيء، ضع خطا وخطا 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 تحت المرجعية العليا. هذا المصطلح الذي نسمع اليوم، المرجعية العليا، يضعون لأنفسهم هذه العناوين ويطرقون بها آذان وأسماع الصحافة ومن يتابع، والقنوات الفضائية ومن يتابع، ومزاحمة إياك إياك يا سيد محمد باقر الصدر. نريد أن تؤكد لمحبيك، أنا أقول هذا معنى الكلام. قالوا نريد أن تؤكد الكلام سيد باقر، نريد أن تؤكد لمحبيك أن طبعا رسالة المقلدين شيء، ومزاحمة المرجعية العليا وإيجاد التفاضل في الأعلمية، لا تتحدث إياك، هذا دليل الإمام المعصوم، إياك أن تتحدث بدليل الإمام المعصوم، تقول أعلم، الإمام سيحاجج ويقول أنا ومن حاججني في القرآن، من حاججني في آدم، ومن يحاجني في آدم وفي إبراهيم وفي نوح وفي إبراهيم وفي موسى وفي عيسى وفي محمد، أنا أولى الناس بهم، ومن حاججني أو يحاجني بالقرآن، أنا أولى الناس بالقرآن، هذا دليل الإمام، لا تتحدث، إياك أن تتحدث بدليل الإمام، نحن أعداء الإمام، نحن قتلة الإمام، نحن من يرفع السيف بوجه الإمام، نحن من يقول للإمام أرجع من حيث أتيت، إياك أن تتحدث بالأعلمية. يقول قالوا نريد أن تؤكد لمحبيك أن طبع الرسالة للمقلدين شيء، ومزاحمة المرجعية العليا وإيجاد التفاضل في الأعلمية والتعديل عن التقليد، من هنا تنقل هذا إلى هذا حتى تصدق، لا تستغرب، هذا كلام سيد محمد باقر الصدر، فهنا من هذا الكلام تعرف بأن ما ذكره السيد الشهيد الثاني قال يدفعون أموال حتى يترك تقليد محمد باقر الصدر، حتى يترك تقليد الصدر الثاني، كما هو الصدر الثاني يتحدث عن هذه القضية ويتحدث عن دفع الأموال من قبل المرجعية العليا في هذا الوقت لكي ينتقل الناس ويترك الجميع تقليد السيد، أو يترك من يتقبل تلك الأموال يترك تقليد السيد الشهيد الصدر الثاني قدس نفسه الزكية. هكذا نفس الأسلوب يسلمه واحد لواحد، يسلمه السابق إلى اللاحق، منذ السقيفة إلى هذا اليوم إلى زمن المعصوم سلام الله عليه، نفس الخط ونفس الورثة ونفس التابعين ونفس السلوك. إذن هكذا يقول: وإيجاد مزاحمة مرجعية لا يجوز، طبع رسالة المقلدين شيء، ومزاحمة المرجعية العليا شيء آخر، وإيجاد التفاضل هكذا يقول تؤكد لمحبيك أن طبع رسالة المقلدين شيء، ومزاحمة المرجعية العليا وإيجاد التفاضل في الأعلمية والتعديل عن التقليد شيء آخر. إذن طبع رسالة شيء، ومزاحمة المرجعية شيء آخر، طبع رسالة شيء، وإيجاد التفاضل في الأعلمية والتعديل عن التقليد شيء آخر. وأقرأوا ستعلمون كم عانى عندما أراد أن يطبع الرسالة، كم حورب وكم منع
عندما أراد أن يطبع الرسالة قدسة نفسه الزكية. قلت وهذا أيضا أني أراه منذ البداية، سلام الله عليك يا سيد محمد باقر الصدر، وهذا أيضا أني أراه منذ البداية، والآن سوف أجدد التأكيد على أصحابي في هذا المجال. وعلى هذا الأساس، الكلام لسيد محمد باقر الصدر وليس لي، يقول وعلى هذا الأساس أنا أريد يا عزيزي أن تفهم، يقول وأنا أريد يا عزيزي أن تفهم، الكلام لمن؟ قلنا لسيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. يقول وعلى هذا الأساس أنا أريد يا عزيزي أن تفهم أن تفهم كل أخوتك، يقول له أريد أن تفهم أو تفهم كل أخوتك بأي شيء يا سيدي ويا مولاي، أني تعهدت عنهم جميعا بالولاية، تعهد عنهم سلام الله عليه، تعهدت عنهم جميعا بأن فلا يصدر من أحد منهم محاولة تعديل شخص. لست أنا من يقول، سيد محمد باقر الصدر من يقول، السيد المظلوم من يقول، يقول فلا يصدر، هذه أيضا فيها العبارة من أصل الرسالة هكذا نقلت، يقول فلا يصدر من أحد منهم دعوة، انظر، فلا يصدر من أحد منهم دعوة أني أعلم من السيد الخوي، فلا يصدر من أحد منهم، لا يصدر من أحد منهم دعوة أني أعلم من السيد الخوي، ليست الدعوة جديدة، ليست الدعوة حديثة، ليست الدعوة بحق الشخص العاصي الجاني الذي يجلس ويتحدث الآن أمامكم، وإنما الكلام حصل مع السيد الشهيد الثاني، وحصل مع سيد محمد باقر الصدر، وحصل مع من سبق هذه الكوكبة المتمثلة بالصدرين سلام الله عليهما، وسيتحقق هذا الكلام مع الإمام المعصوم سلام الله عليه. يقول فلا يصدر من أحد منهم دعوة أني أعلم من السيد الخوئي، ولا يصدر أو يصدر من أحد منهم محاولة تعديل شخص من مقلدي السيد. ماذا تفعل بهم؟ هؤلاء كلهم سيعبرون على رقبتك، يعبرون يجتازون الصراط على رقبتك، وستزخ في نار جهنم زقا، تتوسل بهؤلاء الذين تقول عنهم معدان، وتقول عنهم شراب، وفي مقام آخر وتقول عنهم امجاجية، وتقول عنهم كذا وكذا لا نعلم، وأراذل القوم وبادي الرأي، كل شيء يقال بحقهم، هؤلاء سيعبرون على رقبتك إلى الصراط، على الصراط يعبرون على رقبتك ويجتازون ويكونون على خير. وفي نقول من كان لنقل الدليل تاما عليه وكان مستواه الذهني بهذا المستوى فكانت الحجة عليه تامة، يعبر على الصراط ويكون في ذلك الجانب، وأنت تزخ في نار جهنم وتتوسل بهذا الإنسان الذي كنت تتحدث عنه بسوء، والذي كنت تريد أن تخدعه في هذه الدنيا. فلا يصدر من أحد منهم محاولة تعديل شخص من مقلدي السيد الخوي عن تقليده، لا تتحدث، لا يتحدث أحد عن هذا الأمر، ولا يطرح اسمي، أي اسم سيد باقر، كلام سيد باقر محمد باقر الصدر، ولا يطرح اسمي بنحو يوجب الاستفزاز، مثلا لا يقال بأن كان السيد ينقل أنه حينما زار هذه الرواية والحادثة التي تحدثنا عنها سابقا، المناظرة والمحاورة المناقشة بينه وبين سيد الخوي، والتي قلنا هذه أحد مصادق المناظرة، أحد مصادق المحاورة، أحد مصادق المناقشة، وذكرها هنا الشيخ النعماني، وقد أمنها السيد كاظم الحائري، وقد نقلها أيضا، هو نقل تلك الرواية وتلك النقوض أيضا السيد كاظم الحائري، ما نقلت هذه إلا من أجل الدليل على قدرة وإمكانية السيد محمد باقر الصدر، هكذا أثبتنا ذلك الأمر. إذن نقل المناقشة والمحاورة بين السيد الخوئي وبين السيد محمد باقر الصدر عندما نقلها السيد كاظم الحائري لطلابه أو لأصحابه، أو نقلها في هذا الكتاب، نقلت أو نقلت في ذلك الكتاب، ونقلها الشيخ النعماني هنا، وقد أمنها الشيخ السيد الحائري، ماذا يقصد منها؟
يقصد أن هذه تمثل القدرة العلمية لسيد باقر. إذن بهذه المناظرة بين سيد محمد باقر الصدر وبين سيد الخوئي تثبت قدرة سيد محمد باقر الصدر. بهذه المناقشة بهذه المناظرة كيف تقولون لا تثبت؟ تثبت ولو بهذا النحو من الثبوت. وذكرت هنا وهذه تسجل لصالح سيد محمد باقر الصدر في هذه الخصوصية. يقول: ولا يطرح اسمي بنحو يوجب الاستفزاز، مثلا كان السيد ينقل أنه حينما زار وكانت الجلسة عامرة فقال كذا أن السيد الصدر استغنى في المسألة الفلانية وأفتى بكذا، وقال أحد رفاقه نعم والسيد يوافق، أي سيد أخوه يوافق السيد الصدر. هذه الرواية التي تحدثنا، يعني مثل هذه الرواية تحدثنا عن قبل هذا المقام. يقول إن مثل هذه الكلمات لا يمكن أن أتحملها، هذا كلام السيد وأنتم ترون يا سيدي يا مولاي وأنتم ترون يا ولدي أن مثل هذا الكلام فيه ربما جانب الإثارة، جانب الإثارة فيه أكبر بكثير من الجوانب الأخرى، سيثير المقابل فأسكت عن هذا الأمر. إن الجهة يا أولادي وصلت، الجهة مرجعية السيد محمد باقر الصدر، إن الجهة يا أولادي وصلت بعناية الله، نعم بعناية الله وتوفيقه، بعناية الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة جيدة، وقد تعتبر نوعا، انتبه، وقد تعتبر نوعا، قلنا نحن سابقا عن القضية التي مررنا بها وعن الابتلاء الذي ابتلينا فيه، قلنا إعجاز لا تخرج مثل هذه القضايا، قلنا خرجت من بين فرث ودم، هكذا عبرنا عنها، إعجاز مع مثل هذه الوحوش، مع مثل هذه الإعلام والأعلام، ومع مثل هذه الأموال، ومع مثل هذه المؤسسات، ومع مثل هذه المؤامرات، ومع مثل هذه العمالة للشرق والغرب، لا يمكن أن يخرج إلا بالإعجاز، كما خرج الأنبياء سلام الله عليهم من بين أولئك الناس المشركين والكافرين والمنافقين. إن لست أنا من يقول، السيد يقول إن الجهة يا أولادي وصلت بعناية الله إلى مرحلة جيدة، وقد تعتبر نوعا من الإعجاز مع أخذ كل الظروف والعوامل بعين الاعتبار، ولهذا فإنها أحوج ما تكون الآن إلى حل التعقيدات بقدر الإمكان وتمييع منابع الإثارة، حتى ولو لم يحصل أي توسع عددي، حتى لو لم يزداد عدد المقلدين. لماذا؟ مسألة علمية، إن كان أعلم، إذا إن كان هو الأعلم سلام الله عليه، وهذا قلنا ثابت واقعا وواضح كوضوح الشمس، سلموا له، وإذا أخذكم وأخذتكم العزة اتركوه وأترك المكلف، استعملوا الوسائل الدعائية ووسائل الخداع ووسائل الإعلام، وأصرفوا ما تريدون من أموال، وأترك السيد يتصرف بالوسائل الأخلاقية والوسائل الشرعية والمجادلة بالحسنى، يثبت ما عنده ويطرح ما عنده من آثار. لماذا تصل إلى المؤامرة وإلى القتل والإعدام؟ هذه رسالة إذن قلنا أشرنا إليها وردنا أن نشر أن نذكرها في هذا المقام، وربما يقال يوجد بعض الوثائق في نهاية هذا البحث على من يريد يطلع على تلك القضايا. نحن قلنا إذن ما هو السبب سكت السيد عن هذا الأمر؟ هنا نقول لما طرحت هذه القضية وهذه الواقعة؟ لما ذكرت هذه الرسالة هنا؟ لأن السيد كما ذكرنا أوجب على الشيخ النعماني أن يخرج من البيت حتى يحافظ على نفسه قدر ما يستطيع حتى ينشر هذه الوقائع. إذن السيد، وقلنا بأن السيد محمد باقر الصدر قال لو رفع الحجز عني لربيت أولى هؤلاء الناس البسطاء، ولصرفت الأموال على هؤلاء الناس وربيت هذه الناس وهذه الطبقات، بدل ما أصرف الأموال على من تخلف عنه ومن أصدر تجاه السيد الاتهامات، كما ذكرنا هذه القضية. فالسيد أوصى بهذا، السيد لو بقي السيد محمد باقر الصدر لو بقي على قيد الحياة لأظهر هذه الأمور التي أوصى الشيخ النعماني بإظهارها. إذن بدأت المرحلة الجديدة، انتهت مرحلة، وكان تكليف السيد الشرعي أن يطبق تلك المرحلة في تلك الظروف
وفي تلك الأحداث وفي تلك المرحلة الزمنية، وانتقلت هذه القضية في المرحلة الزمنية الثانية إلى أسلوب آخر وإلى كشف آخر للوقائع. لا يوجد أي تجاوز عن الواقع، وليس فيها أي خداع وإثبات بالأثر وبالدليل العلمي، وليس الدعوة بلا دليل. فلذلك نقول نحن هذا الكلام وهذا المجرى وما سار عليه السيد الشهيد الصدر الثاني هو ما أراده السيد محمد باقر الصدر. قال لو بقيت لفعلت كذا، وما دمت سأصل، هذا المعنى الذي نحن نقول، ما دمت سأرحل إلى الرفيق الأعلى، فأنت أيها الشيخ النعماني عليك ويجب عليك أن تخرج ولا تبقى معي ولا تذهب معي إلى تلك الزنزانات للبعثيين الكافرين، وحافظ على نفسك وانشر هذه الوقائع. إذن بدأت مرحلة جديدة بنص السيد وبوصية السيد وبفعل السيد الصدر قدست نفسه الزكية. ماذا يقول السيد في صفحة 222؟ يقول: وبعد أيام، الشيخ النعماني يقول، محمد رضا النعماني يقول: وبعد أيام قليلة من علم السيد الشهيد بتلك المؤشرات على أنه سيعتقل وسيقتل، أمرني بالخروج من البيت، وقال لي، التفت صفحة 222، وقال لي: إن قتلك هؤلاء فسوف يضيع تاريخ هذه الفترة من حياتي. انقل هذه الفترة، لا أريد أن يضيع. إذن بدأت مرحلة جديدة، أوصانا بمرحلة جديدة، فالإيفاء لسيد محمد باقر الصدر أن نقرأ حياة محمد باقر الصدر ونعلم ونتيقن من سيرة محمد باقر الصدر ومن مظلومية محمد باقر الصدر، ونتيقن من وقف وتآمر على سيد محمد باقر الصدر وقتله وحمل الحرب، كما أشير في هذا الكتاب وأشرنا إلى بعض المطالب، بأن حربه بيد الحوزة وحربه بيد الدولة، هذه تطعن وتضرب وهذه تطعن وتضرب في سيد محمد باقر الصدر وفي أتباع سيد محمد باقر الصدر وبخاصرة سيد محمد باقر الصدر وبخاصرة أتباع وأصحاب ومقلدي سيد محمد باقر الصدر. يقول: وكان من الطبيعي أن لا أستجيب. قال: إن قتلك سيد محمد باقر الصدر، يقول: إن قتلك هؤلاء فسوف يضيع تاريخ هذه الفترة من حياتي، وكان من الطبيعي أن لا أستجيب. وقلت له: هل يجوز أن أتخلى عنك وأنت في هذه الظروف؟ لا والله، لا يكون ذلك أبدا. فقال لي: إذا حدث وجاء هؤلاء الطغاة لاعتقالي فلا تخرج معي، إني أحرم عليك ذلك، إني أحرم عليك، حرم على الشيخ النعماني الخروج، إني أحرم عليك ذلك. وكان قد كتب رسالة أشبه ما تكون بوصية عامة، وقال لي: يجب عليك أن تسلم تلك الرسالة للسيد الهاشمي إن تمكنت من ذلك، وكتب الله لك السلامة من هؤلاء، إن تمكنت وكتب لك السلامة من هؤلاء. ثم طلبت منه مسبحة كانت بيده وقلت له: أريدها أن تبقى ذكرى. فقال: أخاف، خذها، وهي عندي، ما زلت أحتفظ بها. بهذا المقطع من الكلام أردنا أن نثبت بأن السيد الكلام وهذه المحاضرة والمحاضرة التي سبقت والتي سبقت والتي سبقت وهذه البحوث الأصولية التي طرحت في هذا هي انتصار لسيد محمد باقر الصدر وبيان لعلمية سيد محمد باقر الصدر ولأحقية سيد محمد باقر الصدر بالدليل والأثر العلمي. فمن أراد أن ينتصر للحق لينتصر لصاحب الحق، وأقرب أصحاب الحق السيد الشهيد الصدر الثاني والشهيد الصدر الأول. ليس لقلقة لسان، وليس رفع أسماء، وليس وضع الصورة بجنب الصورة، وليس ذكر الاسم مجرد لكسب عواطف الناس وجر عواطف الناس. بالعلم انتصر محمد باقر الصدر، بالعلم وانتصر محمد صادق الصدر، محمد صادق الصدر بالعلم. فلننتصر بالعلم ولنتمسك بالعلم. ونحن قلنا هذا البحر الذي أسس وقد تم بعون الله تعالى وببركة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نكون قد أوفينا بالشيء اليسير 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 لسيد محمد باقر الصدر، وأيضا أدينا ما علينا من عهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى عندما كنا في معتقلات البعث الكافر، أدينا ما علينا مما عاهدنا الله عليه. وهذا الجزء الأول إن شاء الله، أو هذا
يعني العهد الأول، وإذا بقيت الحياة إن شاء الله وتمكننا سنعمل على تحقيق باقي الأهود. فأنا أوصي، تحدث كثيرا، أعتذر من الجميع، أعتذر إليكم، ويكون قبول الاعتذار منكم إن شاء الله وقبول الاعتذار من الإمام سلام الله عليه ومن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي الاعتذار وقبول العذر من الله سبحانه وتعالى. تحدثنا كثيرا لخطورة المسألة، ربما لا نلتقي بعد هذا اللقاء، ربما سنلتقي ويكون الطرح فيه جانب العلمية لنقل بصورة خاصة، ربما المرحلة تكون أخطر فنتحدث بأساليب أخرى، لا نعلم ماذا أو كيف سيكون أسلوب الحوار فيما يعني بيننا، أو هل سيكون في المقام سيكون حوار أو لا يكون، الله العالم بهذه الأمور. لكن أوصيكم بأن كل منكم يراجع، لأن البحث هو بحث علمي، بحث فكري، قلنا ينمي الملكة العامة، يهذب الفكر عند جميع المكلفين، ليس فقط في الأصول، وليس فقط في الفقه، وليس فقط في العقائد والأمور المحيطة والتي تدور في فلك الشرع والفقه، وليس لنقل تدور في فلك الإسلام والمسلمين، وإنما تخدم الإنسانية بصورة عامة. فمن يقرأ إن شاء الله، كل منكم من سمع ومن حضر يقرأ، يعيد يقرأ نفس المحاضرات، يقرأ الكتب التي قرأها سابقا من المنطق، يبدأ بأبسط مرحلة من المنطق وينتهي يقرأ ويراجع ويكرر، ويقرأ العربية ويقرأ الأصول مرة ثانية هذه الحلقة ومرة ثالثة ورابعة. ونريد من أوجبنا على الكثير، وإن شاء الله ربما تسمعون بهذا الوجوب، أوجبنا على سابقا على المكلفين على عدد معين وعلى عدد خاص أن يعني يقرأوا الحلقة الثانية ويقرروا الحلقة الثانية وتمكنوا منها. الآن نوجب على كل من يتمكن وكل من حضر في هذه الدرس بعد أن يقبل لنقل الاعتذار أن يعيد هذه المطالب مرة ثانية وثالثة، وشكلوا حلقات صغيرة من 2 ومن 3 ومن 4 فيما بينكم، مناظرة ومناقشة، اليوم على زيد وبكرة على عمر، هذا يشرح الدرس وعمر يشرح الدرس الآخر في اليوم الثاني، وهكذا فيما بينكم، وستلمسون ثمرة هذا العلم وهذا العمل، وليكن قرب الله تعالى. وكل حلقة درس هي روضة من رياض الجنة، وبهذا المستوى بعد إتمام وبعد التمكن من هذه المطالب، أنا هكذا لنقل أستطيع أن أقول أن من يتمكن من هذه البحوث التي طرحت في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول في لنقل العلم الظاهري، كل منهم الآن يستطيع بعد قلنا الاطلاع على باقي العلوم من المنطق والعربية وتلك المطالب الفقهية لنقل الأولية والتي طرحت، سيجد بأنه عندما يقرأ المراحل الأخرى سيجد فيها جانب من السلاسة والبساطة، ويستطيع أن يضع نفسه مع لنقل أو في النصف الأول من طبقة البحوث الخارج، أو النصف الأول من طلبت، أو لنقل الربع الأول من طلبت بحوث الكفاية، ويضع نفسه في العشر الأول ممن يعني يحضر المراحل قبل الكفاية، فإن شاء الله حصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حصلنا على يعني مجموعة من الناس نستطيع في عندما نقول في النصف الأول من طلبة البحث الخارج، في النصف الأول أو في الربع الأول من طلبة الكفاية، نستطيع أن نقول عندنا إن شاء الله في جانب الظاهر في عالم الظاهري من أهل الخبرة العدد الكثير إن شاء الله، ونأمل أن نطرح أسماء كثيرة بعنوان أهل الخبرة، ليس فقط مجرد أسماء، وإنما نلزم كل من يطرح يعني أو كل من يطرح اسمه أن يكون مستعدا للمناظرة بضمن المستوى والمرحلة التي نعتبرها أنها مناسبة لكي يطرح. هكذا نحن قلنا أهل الخبرة بالمعنى الأخص، أما أهل الخبرة بالمعنى الأعم، ومن يتمكن من المدركات العقلية والتي تمثل الأوليات والفطريات التي منها أن الكل أكبر من الجزء والواحد أكبر من النصف، هذه قضية مسلمة. فعندما تكون لنقل سكوت المقابل أو عندما يبحث المقابل فتكون حجة وتكون الأرجحية لمن كان صاحب النقض، كما طرح في مثال السيد محمد باقر الصدر مع أستاذه السيدة. يقينا أولا أبدأ بوالدي
بوالدي النسبي ووالدتي، وأهديه إلى والدي الروحي ووالدي لنقل التربوي السيد محمد باقر الصدر، وأهديه إلى شهدائنا قدست أرواحهم الزكية، يعني لا بأس إن شاء الله أذكر أسماءهم إذا يعني بقيت إن شاء الله الحياة، أذكر أسماء من يعني أذكر من الشهداء أكثر من يعني 12 شهيدا ممن ذهب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأهدي ثواب هذا العمل قلنا إلى سيد باقر، وأقرأ هذا الإهداء إلى سيد باقر. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البحوث قلت أهديها، أقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد الشهيد السعيد، إلى الأتقى والأنقى، إلى الأطهر والأقدس. يقينا أولا أبدأ بوالدي، بوالدي النسبي ووالدتي، وأهديه إلى والدي الروحي ووالدي لنقل التربوي السيد محمد باقر الصدر، وأهديه إلى شهدائنا قدست أرواحهم الزكية، يعني لا بأس إن شاء الله أذكر أسماءهم إذا يعني بقيت إن شاء الله الحياة، أذكر أسماء من يعني أذكر من الشهداء أكثر من يعني 12 شهيدا ممن ذهب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأهدي ثواب هذا العمل قلنا إلى سيد باقر، وأقرأ هذا الإهداء إلى سيد باقر. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البحوث قلت أهديها، أقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد الشهيد السعيد، إلى الأتقى والأنقى، إلى الأطهر والأقدس، إلى الأعدل والأورع، إلى الأعلم والمرجع، إلى الأستاذ والوالد والمولى، إلى الحبيب الطيب، إلى العز والفخر، إلى التضحية والفداء، إلى الإيثار والإخلاص، إلى سيد الصدر، إلى المهضوم المظلوم، إلى الوحيد الطريد، إلى المحجوز المحبوس، إلى المقيد المعدوم، إلى الشهيد الحي، إلى قدوة الصدر، إلى من نذرت نفسي لنصرته، إلى من عاهدت الله، إلى من عاهدت الله إحياء سنته، إلى من عاهدت الله إحياء سنته وإيقاد شمعته، إلى سند الصدر، وأيضا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم زيارة إلى السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى أخته العلوية، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا محمد باقر الصدر وعلى أختك زينب العصر، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا جعفر، السلام عليك وعلى جدك المصطفى، السلام عليك وعلى أبيك المرتضى، السلام عليك وعلى أمك الزهراء، السلام عليك وعلى السبطين الحسن والحسين، السلام عليك وعلى النفوس الطاهرة، شفعائي في الآخرة، أئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى، السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر، السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وسعد محبك وخاب وخسر مكذبك ومبرضك والمتخلف عنك، فلعن الله أمة ظلمتك يا سيدي يا محمد باقر، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة بالعداء ناصبتك، ولعن الله أمة بالتآمر واجهتك، ولعن الله أمة ولعن الله أمة بالتآمر واجهتك
ولعن الله أمة بالتآمر واجهت، ولعن الله أمة بالأيدي والألسن قاتلت، ولعن الله أمة أخذتها العزة بالإثم فعاندتك، ولعن الله أمة شايعت وتابعت من ظلمك، ولعن الله أمة رضيت بعمل من غصبك. يا سيدي ويا مولاي يا حسين هذا الزمان، أشهد أنك باب الله المؤتمن والمأخوذ عنه، وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى منتهى أجلي. اشهد لي بهذه الشهادة، اشهد لي يا سيدي ويا مولاي، اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. والسلام عليك يوم ولد ويوم استشهد ويوم تبعث حيا، ورحمة الله والسلام على الشهداء شيخ عبد الإله الكعبي وحيدر الوزير وستار العفلوقي وسيد صدام وضابط وسيد محمد البغدادي وسعد العفاري وشيخ سعد العبادي وحيدر دلم ومن سقط معهم للدفاع عن المقدسات، فهنيئا لهم إن شاء الله، وجعلهم الله مع الشهداء ومع المعصومين سلام الله عليهم، ورزقنا الله شفاعتهم ودعاءهم وتسديدهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم.